بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العقيدة لابد أن تظهر على سلوك العبد وهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر في هذا المتن المبارك في الدروس المهمة ما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية ذكرنا فيما تقدم ما يتعلق باداب قضاء الحاجه من ان الانسان يجب عليه ان يستتر حال قضاء للحاجه وان يدخل برجله برجله, برجله اليمنى اليسرى ويخرج باليمنى يقول بسم الله عند قبل الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ثم بعد هذا لا يستعمل اليد اليمنى في مس الذكر ثم أنه إذا انقطع الخارج من السبيلين من القبل والدبر لابد أن يقطع هذا الخارج بأن يقسل موضع النجاسة بالماء أو يستعمل الحجارة أو المناديل استعمال الحجارة والمناديل لابد من ثلاث مسحات لكن لا يمسح من نفس الجهة لابد ان يغير جهه او ياخذ ثلاث مناديل مثلا اذا انقطع الخارج بثلاث مناديل يكتفي والا يزيد كيف يعرف الانقطاع انقطاع الخارج بان يرجع المنديل جاف يعني ليس فيه اثر شيء لا بول ولا غائط وان لم ينقطع الخارج بثلاث زاد حتى ينقطع الخارج فان انقطع الخارج بعدد فردي اكتفى به وإذا انقطع بعدد زوجي يستحب له أن يزيد حتى ينقطع على العدد الفردي أيضا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى كالقرآن وينقطع عن الكلام إلا لحاجة إذا احتاج مثلا لماء يتكلم له يتكلم أيضا من أداب قضاء الحاجة أنه لا يأتي الحاجة في اماكن جلوس الناس او يؤذي احد من الناس حتى ولو كانوا كفار. نعم أه ايضا ما ورد من القول عند الخروج يقول غفرانك ويقدم قلنا عند الخروج الرجل اليمنى. لا يمكن ان يستعمل في قطع الخارج من السبيلين ما له حرمه كالمصاحف واوراق العلم وكذلك يعني الجرائد العربيه لانها في الغالب فيها اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يمكن ان يستجمر بشيء نجس او طعام للانس او للجن او لدواب الانس او لدواب الجن. هذا ما يتعلق باداب قضاء الحاجه. ايضا يعني هذه الشريعه جاءت بافشاء السلام ان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. و ثم ان السلام يوجب المحبه بين المسلمين. ايضا تشميت العاطس، اذا عطس الانسان يقول الحمد لله وعندما تسمع هذا يحمد الله سبحانه وتعالى تقول له يرحمك الله ثم يجيبه هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ايضا لدينا ان المسلم ليس باللعان يعني لا يلعن ولا يسب ولكن المسلم ياتي بحسن الخلق وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم القائم وقال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن يعني ان كنتم حقا عبادا لله فلا بد ان نتكلم ونقول احسن ما لدينا ولم يقل حسن يقول احسن يعني احسن ما لديك تخاطب به غيرك حتى ان الله سبحانه وتعالى امر موسى عليه الصلاه والسلام بان يخاطب فرعون وهو طاغيه كافر وان يقول له قولا لينا وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع داعي شيئا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء بحسن الخلق لكفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى عليهم آه الغيبه والنميمه كبيره من كبائر الذنوب وباصبح بعض الناس يعني يتكلم بهذا الكلام بالغيبه والنميمه حتى في المساجد فاذا كان الذكر تذكر احد من الناس قال بشيء فيه لكن الشيء يكره ان يذكر هذا عنه فهذه الغيبه واذا لم يكن فيه فهذا هو فهذه هي النميمة ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة نعم ولو افتريت عليه وكذبت عليه فهذا هي النميمة ونقل الحديث بين الناس ينم الحديث يعني ينقل الحديث بين الناس من إنسان إلى آخر كذلك يعني المسلم يكون صادق والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة واجتنب الكذب لأن الكذب كبيرة لأن الكذب يهدي للفجور نسأل الله العافية السلامة والفجور يهدي إلى النار لا يشهد إلا على أمر موقن منه مئة بالمئة يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أي في, في كلامه في جلوسه في مشيته في جلسته في أكله في شربه في عيادة المرضى وما إلى ذلك و يكون بهذا متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم